سيداتي آنساتي سادتي الحضور الكريم، أرحب بكم جميعا في عيد الأسرة السينمائية في المهرجان القومي للسينما المصرية في دورته 19. يحتفل المهرجان في دورته الحالية بمئوية ميلاد علم كبير وعملاق من عمالقة السينما المصرية هو المخرج صلاح أبو سيف، وذلك بإقامة معرض يستعيد ملامح عبقرية هذا الفنان ويضعنا في أجواء السينما المصرية في عصرها الذهبي. والمعرض مستمر طيلة أيام المهرجان. أفلامنا الحلوة من تاني، كان هذا شعار دورة عام 2013، أول دورة بعد توقف دام عامين بسبب ما مرت به البلاد من حراك سياسي صاخب. عبر هذا الشعار عن توقنا إلى بعث سينمائي جديد تمتلئ فيه شاشات الوطن بأفلام تشيع فينا روح البهجة والمتعة الراقية. كان شعار الدورة السابقة هو من جيل إلى جيل نتواصل، فلا مكان لإقصاء أي جيل، إذ أن تاريخ الأمم سلسلة حلقات متصلة. أما هذا العام فشعارنا هو أفلامنا مرآتنا. لا نريد لمرآتنا أن تكون منافقة تخبرنا بأننا أفضل شعوب العالم قاطبة، ولا كمرآة مدينة الملاهي التي تشوه وتحرف الملامح. نريدها صادقة تعكس كافة جوانب المجتمع جميلها وقبحها، وتزيدنا استمتاعاً وفهماً لحياتنا. سيداتي أنساتي سادتي، أشعر بشديد الامتنان لكم لتلبية دعوة الحضور هذا الاحتفال، وأشكر لكم حسن إصغائكم، وأتمنى لكم أمسية سعيدة ومشاركة تمنح لهذا المهرجان بهاءً وتألقاً، والسلام عليكم.